لنا باش انه الاغتيال ما يوليش امر عادي وبا باناليزي لو سون وانه نرفضوا الارهاب ونرفضوا ونرفضوه بطريقه عمليه مش بالبيانات والخطابات. فعلا اتصلوا بي اليوم واعلموني انهم قرروا ان وزاره الداخليه قررت توفير حمايه ليا والعائله. لكن نحب ننبه اني مانيش وحدي. البارح في الليل وزارة الداخلية أعلنت الزميل سفيان بن فرحان بتوفير حراسة لصيقة لي، واليوم أعلموا أيضا الزميل زياد الهاني بتوفير حماية لي. يعني أنه جو نسوي با أن كا سبيسيال، مانيش وضعية استثنائية. أنا موجود في وضعية اللي فيها العديد من زملائي الإعلاميين. النقطة الثانية اليوم خبرنا وزير الداخلية وتعهد الأمانة بأنه ما يصيرش ما صار البارح وإن شاء الله تتم الأمور في أحسن الظروف. غدوة عندنا موعد مع السيد الوالي باش ناخذ الترخيص من أجل الخيام. كي ناخذ الترخيص من أجل الخيام لأن عندنا إمكانية نستعملوا الصالون والضوء إلى آخره. تسعين في المية وخمسة وتسعين في المية من القاعدة الأمنية مهمشة، ما تعرفش اليوم الصاير في الكواليس بتاع وزارة الداخلية. لكن نحن كنقابيين وباتصالنا مع القيادات اليوم الداخلية اليوم في صراع، فما برشا أحزاب من المعارضة ولا من الحكم، نحملهم المسؤولية ونقول لهم ارفعوا أيديكم على الداخلية. اليوم فما قيادات فاسدة، فما اللي حج إلى مون بليزير ورضا باش يخدم الحزب الحاكم وتعين على مفاصل القرار، وفما المبعدين اللي قاعدين بميليشياتهم اللي في صلب وزارة الداخلية قاعدين يتلاعبوا بينا. ونقول حاجة، اليوم لازم فما تغيير في موقع الاعتصام من طرف من الأطراف الزوز. لكن اليوم نشوفوا اللي الطرف الأولاني اللي أعلن على موقع الاعتصام هما نواب الشعب المعارض. اليوم أدعو حكماء حركة النهضة الى انهم فما عديد الساحات في تونس انهم يغيروا موقع الاعتصام، على خاطر الركاية باش ينهكوا المؤسسه الامنيه وما عادش باش نجموا نسيطروا على الوضع. بعد الاغتيال السياسي الثاني في تونس بعد الشهيد شكري بلعيد، اليوم هل الاعتصام هذا من باردو هو انجع حل لتجاوز الازمه؟ هو حل اختاره الشعب، وكل ما يختاره الشعب نحن معاه، والحكومه هذه اثبتت انه هذا انجع حل وهذا أبسط حل نجم تبدأ به يبدأ به شعب تونس في اتجاه تحررها من الحكومة هذه اللي فشلت على جميع الأصعدة وفي كل الميادين، في كل المجالات الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والصحي والثقافي، كل الميادين فشلت فيها الحكومة هذه. دونك الاعتصام هذه هو أول درجة وأول تعبيرة تقوم بها الشعب تونس، وهو الحد الأدنى اللي قام به شعبنا في تونس واللي قابل للتطور. Yeah.
اللهم صل على النبي تونس، اللهم صل على النبي 55 شعب تونس مسلم والحمد لله. الفاشيز لا يصنع التاريخ، أعداء الإسلام يريدوا عكس الشرعية، يريدوا والشرعية للتأسيسي تونس ما فيهاش سيسي، الشرعية للتأسيسي تونس ما فيهاش سيسي، والشرعية للتأسيسي بالرسمي كلمهم قولوا لهم تحبوا تطيحوا النار طيحوها بالانتخابات وعملوا 6-7 حزب قويين وطيحوها نرمال مرحبا بيكم اخدموا بنظافه برك. ما هو هذا شيء، أرجع كما قلت ما هو هذا شيء.